صحتكم صحتنا كاملين، صحتي راس مالي. حساسية القمح سيلياك الجلوتين أكيد هذا موضوع اللي بديناه من يوم الاثنين وإن شاء الله متواصل ليوم الجمعة. الحساسية هي أنواع، أعراضها كتعدد كتختلف وعلاجها كيعتمد على المريض وطريقة عيش المريض وتحدي المريض. دكتورة سعاد جليوي أخصائية طب الأطفال بالرباط غتقربنا وتبسط لينا أكثر هذا المرض هذا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير سيدة جيهان. شخبارك؟ صباح الخير. لا بس الحمد لله. الحمد لله. مرحبا. إذا حساسية القمح سيلياك جلوتا، شنو الفرق ما بين هاد ثلاثة ديال الحوايج اللي كنسمعوا البارح؟ يعني تكلمنا على هاد الفرق هذا، ولكن نزيدو نبسطوه أكثر سعاد جليوي، وعاد ندوزو إن شاء الله بالنسبة للتشخيص ديالكم لهاد الحساسية هذه. إذا بحال قلتي أختي جيهان، عديد من الناس تحسب لهم حساسية القمح هي السيلياك وهي عدم تحمل الجلوتين، ولكن كاين فرق بين حساسية القمح والسيلياك وعدم تحمل الجلوتين أو حساسية الجلوتين. فالقمح تكون على ربعة البروتينات. عفوا أنا غير بغيت نرجع معك لواحد النقطة. علاش ملي كنقلبوا في أي موقع ولا في الانترنت كنلقاو حساسية القمح بين قوسين سيلياك؟ هاد القضية كاينة يعني متداولة، خاصة حالتا نقول أن مصادر ديالنا في الانترنت فهي مصادر ماشي كلها موثوق منها. طيب، لهذا قليل من يعني من المصادر الموثوقة اللي تدير هاد الفرق هذا، لأن هاد الفرق مهم جدا بالنسبة للمريض، لأن فاشان شخص مرض فهو مرض يكون يعني يمشي معاه عمره كله، وبالتالي خاص يعرف الاحتياطات اللازمة. ويعني وهناك كذلك ما نشوفه الدنشاء، هناك حمية تتابع، لهذا ماشي نخدعو بالخطأ مريض واحد نوع من العلاج بدون أنه أنه ما يكونش عنده هذا المرض. طيب نرجع حساسية القمح، السيلياك، الجلوتا، هادو ثلاثة ديال النقاط اللي هما مهمين، والفرق بيناتهم شنو؟ حساسية القمح، القمح تكون ربعة البروتينات، فبالإضافة إلى الجلوتين عندنا الزلال أو الألبومين، عندنا واحد الجلوبولين، وعندنا الجليادين. هاد ربعة البروتينات كلها تقدر يكون المريض يكون عنده حساسية لوحدة فيهم. فإذا كان عنده حساسية لوحدة فيهم مش ضروري الجلوتين، تقدر تكون الألبومين، تقدر تكون الجليادين، الجلوبولين، فهنا نسميه حساسية القمح. طيب أيه. بالنسبة للسيلياك، السيلياك فهو مريض اللي عنده جهاز المناعة ديالو تتجه ضد الجلوتين فقط، وبالتالي فاش الجسم تطور أجسام مضادة ضد الجلوتين باعتبار أنه يعتبر الجلوتين كجسم ضار غير صالح غريب. إذن فاش الجسم تطور مضادات الأجسام ضد الجلوتين، فهذه المضادات تدمرنا عن طريق الخطأ الخلايا اللي تنصنا الماكلة اللي تهضمات في الجهاز الهضمي. إذن حساسية القمح هي حساسية من ثلاثة ديال المواد المكونة للقمح اللي قلنا الزلال، الجلوبين، والثالث سيلياك. نعم السيلياك مثلا، السيلياك هو نقدر نديرو بين قوسين وحساسية الجلوتا. متفقة. صافي احنا يا دابا حيدنا النقطة الأولى. أيه تبقى عدم تحمل الجلوتين. أيه شوف قبل عدم تحمل الجلوتين والسيلياك، فعدم تحمل الجلوتين ما تيكونش عندنا مشكل، ما تيكونش عندنا اجسام مضاده تتجه للجلوتين، لا تيكون عندنا فقط صعوبه الهضم ديال هاد الجلوتين. يعني انا العصاره الهضميه اللي عندنا في الجهاز الهضمي ديالنا ما تهضمش بطريقه كافيه الجلوتين، وبالتالي تبقى واحد جزء منه في الجهاز الهضمي يعني في الضوء ديال العصاره، وتسبب لنا في انتفاخات في الام البطن. وهذه حالة حميدة لنقول أنه. أما بالنسبة للسيلياك فهناك جسم تطور لنا مضادات الأجسام اللي تدمر لنا الجلوتين، وكذلك معها الخلايا اللي تتمتص لنا الماكلة. طيب الأعراض بيناتهم بجوج كتشابه ولا كتختلف؟ هي الأعراض كاين أعراض مش متشابهة بيناتهم. طيب. لمنها الإسهال، ومنها آلام البطن، ومنها تقدر صداع الرأس، وكذلك تحس بالدوخة. أما بالنسبة للسيلياك فهناك أعراض أخرى تدل على عدم امتصاص المواد الضرورية للجسم،
اللي مثلا نقدروا نلقاو عنده علامات تدل على فقر الدم بحال كنا طرقنا له مثلا اما تلقاه شويه شاحب ضيعيا تتعب علامات تدل على عدم امتصاص الكالسيوم بحال تلقى مثلا اليد تقدر تعرض لكسورات ديال العظام ديالو بطريقه سهله كذلك قدر يكون عندنا مثلا مشكل ان الدم مثلا فاش يتجرح اليد ولا تينزف تيبغيش يقفلوا الدم يعني في واحد المده معينه لان عندنا نقص في الفيتامين يعني كاف كذلك يعني هناك تاخر في النمو الا ما كانش تشخيص مبكر هناك تاخر في البلوغ يعني هاد الاعراض تشوفها في السيلياك اللي تبقى السيلياك مرض اصعب اللي نقولوا من بعد التحمل نعم نعم بالنسبه للتشخيص اللي طرقنا التشخيص يبان لنا الفرق انا في التشخيص كيفاش نبدا فاش يجي عندنا المريض يقول لنا مثلا انا عندي اسهال مزمن ما لان فاش نهضروا على اسهال مزمن يعني اسهال اللي عند المريض فوق من 4 أسابيع ولا مثلا لاحظنا بعض الحالات انا نقدر بلاص ما يكون اسهال يكون امساك نعم مزمن في مرات تيجي عندنا مثلا سميتو الوليد او الاباء تيقول لنا ولدنا تيعاني مثلا من نقص في النمو مثلا نشوفوا ما تيكبرش بحال قرانو بحال قرانو اذا في هذه الحاله خصنا نطلبوا تحاليل باش نثبتوا واش كاين هناك مرض السيلياك نعم هناك نوعان من التحاليل تحاليل تنطلبوهم في الدم اللي هي تنقلبوا على هذيك مضادات الاجسام اللي هضرنا عليهم تنطلبوا تحليل ديال الدم تنقول لهم عافاك قلبوا لنا على هذيك مضادات الاجسام اللي منتجه ضد الجلوتين واش كاينه ولا ما كايناش وكذلك تنطلبوا من يعني الطبيب المختص في الجهاز الهضمي عند الاطفال او كذلك الطبيب المختص في الجهاز الهضمي عند البالغين انه تدير لنا تحليل بالمنظار تسميه العامة الناس التيوب تنديرو باش ندخلو التيوب تيوصل للمصران الرقيق تناخدو عينة من الغشاء الأعلى ديال المصران الرقيق تناخدو عينة علاش باش نشوفو واش كاين ضمور هادوك الخلايا واش الخلايا ضمراتهم الأجسام المضادة نعم إذا في حالة أن مثلا الطبيب البيولوجي جاوبنا أنه كاين هناك مضادات الأجسام ضد الجلوتين وكذلك اننا فاش تمشي ناخذ عندنا هذيك العينه ديال الغشاء العلوي ديال الامعاء لاختبار بالثواب المنظار ولقينا بان هناك ضمور فهنا تنقولوا ان الوليد او البالغ عنده مرض السيلياك نعم اما في حاله انه هو عنده اعراض بحال الاسهال المزمن وعنده الام بطن مزمن طلبنا هاد التحاليل وخرجت مزيانه يعني ما عندوش اجسام مضاده وما عندوش يعني ضمور في الخلايا المعويه فهاد الحاله تنقول انه هو عنده عدم تحمل الجلوتين ما تيهضرش مزيان وبالتالي هنا حتى الحميه اللي غنطلبوا منهم من بعد تكون اقل حده نعم من السيلياك نعم اذا هذا هو تشخيصكم لهاد الانواع ديال الحساسيه سواء ديال السيلياك او ديال الجلوتين او حساسيه تاع القرح نعم لا الجهه بحساسيه القرح التشخيص ديالها مختلف لان عندنا حساس القمح ان حساس القمح تكون ماشي منتجها فقط الجلوتين فتكون منتجها الثلاث انواع اخرى من البروتينات لهذا تنطلبوا في التحليله ديال الدم نوع اخر من الاجسام المضاده ماشي الاجسام المضاده الخاصه بالجلوتين نطلبوا انواع خاصه وكذلك نقدروا نضطروا الى شكينا ان هناك اجسام مضاده للبروتينات الاخرى من غير الجلوتين نقدروا نضطروا تسمي واحد اختبارات الحساسيه دونك تنديروا اختبار حساسيه مثلا في الجلد خصوصا في الذراع وكذلك نقدروا نديروا اختبارات حساسيه الطعام يعني تنعطيو المريض واحد العينه قليله ديال القمح تنبقاو طالعين بشويه بشويه تنشوفوا واش هذيك الكميه اللي تعطينا الحساسيه اذا التشخيص قلنا ان حساسيه السيلياك تعتمد على البحث على الاجسام المضاده الخاصه بالجلوتين في الدم وكذلك بالمنظار تنقلبوا على الخلايا المعويه اذا كانت ايجابيه فهو سيلياك كانت سلبيه وكانوا اعراض اسهال والام بطن مزيفه هو عدم تحمل الجلوتين ما بالنسبه لحساسيه القمح تنطلبوا تحاليل اخرى يعني اجسام مضاده ولكن اخرى ديال الحساسيه وما تنطرقوش يعني المنظار باش نشوفوا الخلايا ما تنطرقوش في حاله حساسيه القمح دكتورة اختبار الحساسية نعم دكتورة غدا إن شاء الله نتكلموا على العواقب وعلى العلاج معك دكتورة سعاد جليوي شكرا لك على كل هالتوضيحات حول هذه الحساسية هذه اللي الكثير يمكن تصاب بها ولا مصاب بها وليد ولا بنيته ما عرفهاش أكيد حنا معك كنتعرفوا أكثر وكنبسطوا أكثر المعلومة خلينك على خير دكتورة سعاد جليوي.